في موضوع آخر، تمكنت عناصر المنطقة الأمنية الأولى التابعة لولاية أمن طنجة من إيقاف أحد أكبر مروجي مخدر الشيرة الذي كان ينشط بالأحياء الشعبية للمدينة القديمة بطنجة، حيث تم حجز ما يزيد عن 250 كيلوغرام من المخدرات إضافة إلى معدات تستعمل في ترويجها. المزيد من التفاصيل في تصريح نائب رئيس المصلحة الأمنية الأولى بطنجة. بعد سلسلة من البحث والترقب واليقظة، نجحت مصالح الأمن العمومي بمدينة طنجة من إيقاف المشبه به في ترويج مخدر الشيرة بالأحياء الشعبية للمدينة القديمة بطنجة. تمكنت مصالح الأمن العمومي من إلقاء القبض على المعني بالأمر، وتم إجراء تفتيش داخل المنزل ديالو في حي السقايا، أسفرت عن حجز ما مجموعه 252 كيلوغرام من مخدر الشيرة، بالإضافة إلى 7 كيلوغرامات من السنابل الكيف، وكذلك 5 كيلوغرامات من الطابة، بالإضافة إلى 3 لترات من الزيوت المستخلصة من نفس المادة. كما تم حجز مجموعة من المعدات التي تستعمل في ترويج المخدرات، وسيتم تقديم المعني بالأمر إلى العدالة لتبث في قضيته وتقول كلمتها الأخيرة في حقه بعد التحقيق معه. رياضيا